مساء البهجة والسعادة على كل مشاهدين قناة اي تي سي وبرنامج انتي. مساء السعادة عليكي يا مي. مساء السعادة يا علا عليكي وعلى كل مشاهدينا في كل مكان، وان شاء الله تبقى حلقة جميلة. وطبعا دي حلقة جديدة من برنامج انتي، وعايزة افكركم سريعا بارقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك اي تي سي. وحلقتنا النهاردة ان شاء الله مميزة، وهنتكلم عن الستات وعن الرجالة، علشان احنا متفقين من اول يوم يا علا ان احنا نبقى ايه؟ في عدل، في ومحايدين. أيوة. معانا ايه بقى النهارده يا علا؟ خلينا نبدا يا ميويا. هقول لك على موضوع مهم، وهقول لكم مشاهدينا ومشاهدتنا على موضوع مهم. لما بنيجي يا جماعه ندخل في علاقه، ايا كانت العلاقه دي عباره عن حب او علاقه صداقه او اي علاقه، المفروض ان العلاقه دي طبعا تكون علاقه صحيه وسويه، تطلع احسن ما فينا. انما العلاقات اللي بتطلع أسوأ ما فينا دي لازم يا جماعه نبعد عنها فورا، لان من دون ما نفكر دي هتلاقي نفسنا بتهدنا. زي ما بيقول الواحد، يا سهم طالع لفوق يا سهم نازل لتحت، فلو لقينا حاجه بتاخدنا لتحت نهرب فورا، لازم نكون بنطلع لفوق. فاحنا النهارده بنتكلم اكتر عن علاقتك مع شريك حياتك، ازاي تعرفي ان الشريك ده ممكن يدمر ثقتك في نفسك ويطلع أسوأ ما فيكي، ولا انت في علاقه صحيه ومظبوطه وسويه. هنقول لكم على شوية علامات ازاي تعرفي من خلالها شريكك ده اذا كان شخص داعم وحيفيدك وحيزود ثقتك في نفسك، ولا شريكك ده حيدمر ثقتك في نفسك وبالتالي حياتك هتتقلب جحيم. بالذات بقى الناس اللي لسه داخله على جواز تبدا تخلي بالزبط. بالها من الملاحظات دي. اما الناس اللي اتدبست خلاص واتجوزت وبدات تحس ان العلامات دي موجوده، تحاول تصلح الحاجات دي بقدر الامكان بالتواصل مع زوجها، طبعا بالود كده وبالحب. اول حاجه هتلاحظي ان انت بداتي ما تعمليش حاجات كنتي بتحبي تعمليها جدا وشاطره فيها لمجرد ان هي بتضايق شريك حياتك. يعني مثلا انت بتحبي تكوني تشتغلي مثلا وتحققي ذاتك، شريك حياتك ما بيحبكيش ان انت تشتغلي وعايزك على طول مثلا قاعده في البيت، فتبصي تلاقي نفسك قعدتي في البيت علشان ترضيه، وفي الاخر تحسي ان انت متضايقه من نفسك وبتفقدي احساسك بذاتك، ودي علامه خطيره جدا يا جماعه خلوا بالكم منها. كمان بتبصي تلاقي نفسك ساعات في الخروجات مثلا اماكن انت كنتي بتحبي تروحيها كتير، او بتحبي مثلا تخرجي في الويك اند وهو ما بيحبش مثلا يخرج، مع الوقت بتبصي تلاقي نفسك قلبتي بيتوتيه ومش عارفه هل انا مرتاحه في كده علشان انا برضي شريك حياتي وعلشان انا بحبه، ولا انا مش مبسوطه ومش راضيه عن حياتي. ساعات برضو صحاب معينين بتلاقي نفسك ان انت بعدتي عنهم، طب انا صاحبتي دي وانا بحبها هو ما بيرتاح لهاش، هو ما بيرتاحش في القعده معاها. وممكن تلاقيه كمان يا علا في القعده دي تلاقيه كمان ايه بيرخم عليها وبيغلس عليها، فبيحطك في موقف محرج فيبوظ العلاقة، فتبصي تلاقي نفسك قطعتي مع أصحابك اللي انت بتحبيهم وهو بس اللي بقى في حياتك، وهو الوحيد اللي انت بتبسطي نفسك بيه وممكن في الآخر ما تلاقيهوش. خلي بالك من العلامة دي كويس قوي لو انت لسه داخلة على جواز. عارفة يا مي معاكي حق ليه؟ لأن هي باختصار بتبقي انت ما بقيتيش انت، فانت لما تبقي مش انت، انت مش هتبقي راضية عن نفسك أصلا أيا كانت كنت ايه. وخليكم فاكرين يا جماعة، هو يوم اختارك اختارك زي ما انت، فانت ما بتغيري حاجات في نفسك عشان تعجبيه، هو أصلا كنت عاجباه، فما هتغيري نفسك مش هتعجبيه، هتلاقيه بعد كده هو اللي هيمشي. عموما تاني حاجة ان شريكك يكون شخص متحكم، بيتحكم في كل حاجة في حياتك حرفيا، مش بس ان هو بيديكي شوية رولز او حاجات تمشي عليها تعمليها، لا، بياخد عنك القرار في اي حاجة، بيبقى فيه تسلط، بيبقى فيه تحكم في ادق التفاصيل. هتحسي دايما ان انت في صندوق تقريبا مقفول عليكي، ما عندكيش ثقة تعملي اي حاجة من غيره، ما عندكيش ثقة تاخدي اي قرار الا ما ترجعي له. احيانا تبقي في اي حتة مشوار ومثلا ان شاء الله حتى الميكانيكي يسالك انت عايزه العجله دي اعملها لك مش عارفه على رقم كام ولا كام، استنى تكلميه تساليه، تبقي مش عارفه تتصرفي، فبتوصلي مرحله ان انت بقيتي مش انت زي ما قلنا وزي ما مي قالت، فبتلاقي نفسك مرتبكه ومش عارفه تاخدي اي قرار، فده علامه غلط خالص، ده معناه ان الراجل ده بيهز ثقتك في نفسك. صح يا علا، بيهز ثقتك في نفسك وبيخليكي كمان شخصيه اعتماديه عليه هو، ويخليكي ان انت مش عارفه تتحركي ولا تعملي اي حاجه زي البيبي بالظبط، وطبعا دي حاجه مش كويسه خالص، خلوا بالكم منها كويس قوي.
في علامة تانية مهمة جدا، إن الشريك اللي معاكي خلاكي فقدتي الثقة في نفسك وثقتك في حبك ليه. إزاي؟ إن أنت تبدأي تشتكي في علاقتك بيه أصلا وتسألي نفسك أسئلة كتير قوي في العلاقة دي. يعني مثلا إيه ده، هو أنا الموقف اللي أنا عملته ده كان صح ولا غلط؟ طب هو الشخص ده أصلا كان صح ولا غلط؟ طب توصلي بقى المرحلة بقى متطورة بعد كده، طب هو أنا أصلا بقى بحبه ولا ما بحبوش؟ متخيل. حياتي معاه كويسة ولا هي على طول نكد وتعاسة وغيرها من الأسئلة؟ وبتوصلي فعلا لمرحلة إن أنتي مش فاهمة أي حاجة وعلاقتك ومش عارفة تكملي فيها ولا ما تكمليش، ودي علامة خطيرة جدا. وفي نفس الوقت بتخسري ثقتك أنتي في نفسك كمان. تبدأي مثلا إيه يقولك إيه ده أنتي مليتي شوية، لا انا بحب الرفع، وانت شايفه نفسك وهي تقولي انا تخينه وانت تبقي زي القمر، وهي تبقى اصلا زي القمر فعلا. وتبقى تبدا تشك في نفسها، يبدا يغير ثقتها في نفسها. ده لون الشعر ده عارفه لو عملتيه مثلا اصفر هيبقى عليكي تحفه، طب انا اصلا عارفه ومتاكده ان كل الناس بتقولي ان اللون ده عليا حلو او اللون ده مناسب على لون بشرتي. فتبداي ان انت تبصي تلاقي شكلك اتغير، ملامحك اتغيرت، جسمك اتغير، بتبصي لنفسك في المراية بتقولي ايه ده، هو مين دي؟ خلي بالك جدا من العلامة دي وخليكي واثقة في نفسك وما تخليش رأيه يؤثر عليكي. لا، انت لازم تسألي كمان ناس حواليكي كتير قوي تكون انت واثقة فيها. والله يا مي عارفة، ولا اي مخلوق يأثر في رأيك في نفسك، ولا اي حد يقولك حاجة، طالما انت شايفة ان انت كده تمام خلاص، انت شايفة كده انت حرة. وفعلا اللي مرتبط بكلامك ده ان انت بتوصلي لمرحلة بقى اللي انا قلتلك عليها، خلاص انت مش عايزه تقعدي معاه، مش عايزه تشوفيه، بتلاقي نفسك بعد الحب الرهيب والتعلق الرهيب بترتاحي اكتر. تلاقيني برتاح اكتر مثلا معاكي، برافو عليكي يا علا، الانسان اللي بحبه. صح. ليه؟ لان انت يا مي مثلا مش بتشككيني في نفسي، فبلاقي نفسي رغم حبي ليه بهرب منه. تخيلي وصلنا لايه. وعارفه ايه كمان يا علا؟ هتلاقي انت اللي بتحسي، الست ذكيه جدا يا جماعه على فكره، انت بتحسي انه والله فعلا الكومنت ده صح، بس في ناس بقى بتقولهولك زي شريك حياتك مثلا ممكن يقولك ايه حاجه علشان يبوظ ثقتك في نفسك ويخليكي ايه تنزلي شويه على الارض. لو انت مثلا شايفه نفسك او شايفه ان انت شكلك حلو او حاجه، يبدا يديكي كومنتات غلط. لا، انت ذكيه، انت عارفه في ايه حلو فيكي وفي ايه وحش فيكي. معانا بقى الموضوع التاني، هو موضوع مهم وظريف جدا، هنقول لكم انتوا بقى المره دي يا ستات ويا بنات عشان تكونوا واخدين بالكم ايه انواع. لا احنا بنقول للرجاله كده مش الستات بقى، لا بنقول لهم ما تعملوش كده احسن يجري. بنقول لهم ما تعملوش احسن ينتش ويجري. نقول للستات، نقول للراجل، الستات بتعمل ايه تخلي الراجل يهرب منها ويقول يا فكيك. خلوا بالكم بقى من الحاجات اللي هنقولها لكم دي علشان تخلوا بالكم كويس قوي منها. بصي بقى يا ستي، انتي اول حاجه ما تبقيش ست متسلطه، لان الراجل بيهرب فورا في اول لحظه اما بيلاقيكي متسلطه عايزه تمشي قراراتك عايزه تسيطري عليه. من الاخر كده يا جماعه، الراجل بيحبك اجواء سي السيد، حاولوا تعملوها. لا مش هنعمل. حاولي. لا والله صدقيني هي دي اللي بتمشي، اقسم بالله ما هعمل. طيب نيجي بقى بعد كده للست العصبية اللي بتتعصب وتنفعل وتتوتر وصوتها بيعلى وبيجيب اخر الدنيا والجيران تتلم في ابسط المواقف. الراجل عايز الست الهادية الرقيقة وام صوت واطي وناعم وجميل، مش اللي توتر وتتعصب وطول الوقت متعصبة ومتضايقة لأتفه الأسباب. فلو انت عصبية خدي بالك كويس قوي ان الرجاله ما بيحبوش ابدا الست العصبيه. ولو اتعصبتي حاولي ان انت تطلعي اللي جواكي وتنتقي الفاظك كويس قوي، تقعدوا مع بعض قعده تقفلوا عليكم الباب تقولي له انا مثلا مضايقني منك واحد اتنين تلاته بكل هدوء مهما استفزك. اوعي تقعي في الفخ ده، انت مش هتعرفي تاخدي حقك ابدا ابدا ابدا. عارفه المقوله اللي بتقول يخرجون اسوأ ما عندك ثم يقولون هذا انت؟ انت اللي كده، انت اللي عملت فيا كده. بالظبط.
بالظبط، فما تخليوش ابدا يخرج اسوأ ما عندك ثم يقول لك هذا انت. عارفه كمان يا ميوله بقى كمان لما يعصبك بقى حاولي ما تبقيش عنيده، ودي النقطه الثالثه. يعني ما تعنديش بقى، خلاص اتعصبتي وعملتي اللي ما قالت عليه، اتعصبتي وخلاص ما تعنديش. يقول لك بس انت غلطتي، خلاص ما تقوليش لا ده انت ماشي صح معاك حق انا غلطت في ده وانت كذا كذا، ونتناقش بهدوء ونهدي الموقف. يعني بلاش العند، الراجل ما يحبش الند بند، ما يحبش انه يحس انه بيتعامل مع راجل قدامه، الراجل ما يحبش التناطح لو بنتكلم بلغه عربيه فصحى، فخليكي كده كيوت ونعومه. صح. بس في نفس الوقت برضو ما يقعدش يقول هو يمين يمين وشمال شمال بدون نقاش. لا لازم في يكون نقاش. في نقاش، ويكون لازم يكون في لغه تواصل، وما يبقاش في برضو الند بند. اما بقى بالنسبه للست الجافه بقى، دي ست وحشة قوي يا جماعة، خلوا بالكم. اللي بتتعامل طول الوقت بالعقل وما فيش مشاعر خالص، هو بيحس ان الست دي مش هيحس معاها بالأمان مهما حصل. كمان ان هي ملهاش عزيز ابدا، فبيبعد عنها. عارفة اللي هو طول الوقت انا عايزة كذا، واحد اتنين تلاتة، ماشية بالورقة والقلم والمسطرة، هو انا هعمل كده، ويعني ولو ما عملتش كده مش هيحصل كذا كذا كذا، وانت لازم تمشي على اللي انا بقوله، وانت لازم تسمع الكلام، وانت وانت وانت. اكيد الراجل ما بيحبش الست دي ابدا. حتى لو انت ليكي طلب منه، استخدمي الماجيك ووردز، الكلمات السحريه اللي هي ايه، يا حبيبي لو سمحت بعد اذنك، وخدي منه عينيه بعد كده. عارفه بقى يا ميويا الحاجه بقى اللي بيجتمع عليها كل الرجاله، يعني لو كل الاسباب اللي فاتت دي ممكن حد يمشي معاه الشيء ده فيكي، الصفه دي فيكي او لا، كل الرجاله بتجتمع ما بتحبش الكآبه، ما بتحبش الحزن. خلونا نعترف يا مي ان احنا فينا حته اما بنيجي مثلا نستعطف حد او حد بنحبه قوي، لازم دمعتين، لازم تاثر من نوع من الحنان، من الحنيه، عشان اللي قدامها يطبطب عليها. بلاش العياط، بلاش الحاجات دي، بلاش مامتي مش عارفه قالت لي واختي جرحت بكذا. يعني خلونا نحكي الحاجه بلطافه بطرافه، حتى لو في حاجه فعلا محزناكي او زعلتك، مش لازم اول ما يجي تروحي في وشه على طول غم وبكاء وعياط، واليوم كله ولادك بهدلوني ومش عارف مين جارنا عمل فيا ايه والعربيه بلاش النكد. حاولي تبقي رايقه، هتلاقيه رايق لان هو اوريدي بره عنده مشاكل كثيره وعنده غم كتير، فخليكي انت تكوني لطيفه، بلاش الغم على الاقل في اول 10 دقائق. هنحاول يا علا، هنحاول. بس خلينا نشوف معانا ايه النهارده يا علا، معانا ايه اول فقره؟ طيب النهارده يا جماعه معانا كالعاده فقرات مميزه جدا. اول فقره هتكون مع الميك اب ارتست اسراء الشاعر، واللي هنعرف منها ازاي نحط ميك اب لنفسنا بنجاح وبطريقه مظبوطه، وخصوصا طبعا الميك اب بتاع العيون اللي بتعبنا كلنا. هنعرف كل ده بالتفصيل، وهي هتقول لنا كمان على شويه نصايح نعملها في الميك اب تخلي اللوك بتاعنا اكتر جاذبيه. اما بقى الفقره الثانيه هتكون معانا النهارده الست بقى الجامده الجدعه، شوفوا بقى عشان تعرفوا ان في نماذج من الستات خطيره، لا ومعاها جوزها كمان بقى واقف معاها، فده يعني نموذج فعلا يحتذى بيه وقصه نجاح، وازاي بنشوف انه الزوج يقدر يرفع من زوجته وفي نفس الوقت يقدر ينزل منها. خدي بالك فهم نموذج فعلا مثالي لزوجين ناجحين. معانا النهارده كابتن مرام سعيد، اول حكم دولي في كمال الاجسام، اللي اختارت رياضه ومهنه غريبه جدا ونجحت فيها لدرجه ان هي اصبحت اول سيده تكون حكم دولي لكمال الاجسام، وده كان بتشجيع طبعا زوجها زي ما قلنا كابتن محمد محسن المدرب والحكم الدولي للمحترفين في كمال الاجسام، اللي مشرفنا معانا النهارده في الفقره الثانيه ان شاء الله، وهنعرف حكايتهم بالتفصيل. هنروح لتقرير كمان كاميرا انتي نزلت صورته مع المهندسه مي كمال عن مراحل تشطيب البيت باحدث واوفر المصاريف يعني، وتعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني نبدا اولى حلقتنا. استنوا. كتير مننا بيكون عايز بيته يعبر عنه وعن روحه، لكن مراحل التشطيب والعفش والعمال كلها أمور بتحتاج لمهندس ديكور يكون فاهم وقادر يحول الحلم اللي في خيالنا الحقيقة. أنا يعني اتنقلت من بيت لبيت لبيت، يعني طول عمري بتنقل من بيت لبيت، وأنا يعني ليا ذوق معين كده ما بحثش عنه قوي، بس لما بتتعاملي مع مهندس ديكور شاطر بجد
يعني بتقولي له مثلا انا عايزه مودرن، عايزه ستيل، عايزه كومفورتبل، الشاطر منهم بقى بيمشي على اللاين بتاعك وبيضيف. احنا عندنا البيت من اول اوضه فوق السطوح لغايه قصر، فكل ده نسميه بيت. مش لازم ان الحاجه نكون عاملينها، لازم نكون مكرسين كل حاجه هندفع فيها ايه وهندفع فيها كام وهتاخد مده قد ايه. انا ما كنتش اعرف حاجات كتيره قوي اعملها ازاي، يعني بتيجي او هو بيجي بيعمل لك خطه. احنا هنبتدي الاول بالسباكه وبعدين الكهرباء وبعدين هنشتغل في النقاشه، بيعمل لك خطه. يعني ممكن انت ما تبقيش دريانه قوي باهميتها. اهم حاجه نخلي بالنا بيها واحنا بنشطب ان انت تكون عامل حسابك ان انت تكون مكرس كل حاجه صح. يعني ايه اكتر حاجه عايز تبرزها، عايز او ايه اكتر مكان انت بتحبه في بيتك، هو ده اللي نشتغل عليه. عندنا 7 مراحل للتشطيب. اول مرحله هي مرحله الديزاين، هي مرحله التصميم. دي اول حاجه بنقسم كل مكان بالحاجه بتاعته. بعديها عندنا المرحله الثانيه اللي هي مرحله التاسيس. طبعا بناخد الديزاين وبيكون عندنا توزيعه الكهرباء وتوزيعه السباكه وتوزيعه المخارج التكييفات او مخارج او توزيعه التكييفات او توزيعه الاضاءه. مرحله الجبسون بورد طبعا دي بتكون مع مرحله المحاره، دي بنسميها المرحله الثالثه. المرحله الرابعه اللي هي مرحله المعجون ومرحله الهارد كلادينج. عندنا المرحله الخامسه اللي هي مرحله الاضاءه. الاضاءه دي ليه الناس بتسال الاضاءه ازاي قبل الدهانات؟ الاضاءه دي اذا بنتكلم على كوف لايتس، ليد، سبوتات، نجف، لازم نحطه قبل ما نحط البطانه او الدهانات بتاعتنا اللي احنا نستخدمها في الفاينل. المرحله السادسه اللي هي مرحله الدهانات النهائيه بقى بعد ما بنكون ركبنا الاضاءه وعرفنا نشوف الالوان فعلا صحيحه، ومرحله التجاليد اللي هي السوفت كلادينج، ليه تجاليد خشب، البي في سي، التجاليد اللي هي البسيطه اللي احنا ممكن او مكتبه. المرحله السابعه والاخيره بقى اللي هي الفاينل فاينل بتبقى مرحله الستاير ومرحله الدهانات اللي هي الطفيفه قبليها. لو مثلا عندنا دخلنا فرنتشر ففي حته مش متظبطه معانا، اتكحت حاجه او الحاجات الاساسيه ما بتيجي تدخلي في اي بيت، عندنا الراحه النفسيه. اما بنيجي بندخل على اي مكان بنقول ايه؟ بنقول الله. ليه؟ علشان قلبنا ارتاح لها، الحواس بتاعتنا الخمسة ارتاحت لها. إن الله جميل يحب الجمال. الميك اب عندنا من الحاجات المهمه جدا، بنحاول دايما على قد ما نقدر اننا نتعلمه صح ونفهم اساسياته. وبما اننا مهتمين في برنامجنا بيكي انتي وبكل اللي يخصك، فمعانا النهارده الميك اب ارتست اسراء الشاعر، واللي هتقول لنا ازاي نقدر نعمل اللوك بتاعنا بطريقه جذابه وايه الاساسيات اللي لازم ان احنا ناخد بالنا منها. وهنتكلم عن ميك اب العيون وازاي نعمله وايه المناسب لكل واحده فينا بالتفصيل. منورانا يا اسراء. حبيبتي منورك، تسلمي. منورانا يا اسراء، وبجد انت قمر اصلا حبيبتي، مش ضابط محتاجه ميك اب يعني ما شاء الله عليكي. وعرفنا كمان ان انت متعدده المواهب، يعني مش بس بتعملي ميك اب، لا بتغني. وانا بشوف ان الميك اب ده فن، واللي بيعرف يعمل اي حاجه فيها فن لازم يبقى عنده مواهب تانية متعددة ليها علاقة أكيد بالفن أكيد. بس وعدينا ان انت هتسمعينا حاجة ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا بقى نتكلم عن اساسيات الميك اب اللي هو الديلي يوز ميك اب او النو ميك اب ميك اب. ازاي نقدر ان احنا نعمله كده ويبان ان احنا مش عاملين ميك اب بس طالعين امارات بقى في نفس الوقت. هو مبدئيا مش شرط خالص ان احنا نحط فاونديشن، ده مش حاجة اساسية معانا. تمام. اهم حاجة عندنا ان احنا نداري تسبغات البشرة.
يعني مثلا الهالات السوداء، التصبغات اللي بتبقى حوالين الشفايف، اثار حبوب، كل الكلام ده مهم جدا ان احنا نعمله. ما ينفعش نحط درجه الفاونديشن على طول، لان طبعا ده بيخلي اللون بتاع الحاجه تظهر بشكل تاني، يعني الهالات تبقى بلون ازرق، بتبقى الحبايه بلون رمادي. فاحنا لازم، ودي اساسي يعني اساسي عندنا، ان احنا نكنسل التصبغات الاول، دي اول حاجه. زائد ان احنا لازم نحضر البشره طبعا قبل الميك اب، يعني مهم جدا ان احنا نستخدم تونر وبعد كده نستخدم المرطب المناسب لبشرتنا، سواء جافه او دهنيه او مختلطه. لازم نعرف كويس نوع البشره بتاعتنا عشان نستخدم لها البرودكت المناسب. يعني ما ينفعش استخدم برودكت مش مناسب لبشرتي، ما ينفعش ابقى انا بشرتي دهنيه استخدم برودكت اللي البشره الجافه. اوريدي الحاجات البشره الجافه بتبقى كريمي، اجي انا بشرتي دهنيه فيها اوريدي اويل، احط كريم على اويل فالدنيا ممكن تسيح معانا، تسيح ده. وبعدين نبص نلاقي العلامات بتاعت الوش ظهرت اكتر، عشان كده دايما لما نيجي نحط فاونديشن غلط نلاقي العلامات التعبيريه بتاعت وشنا ما بقتش حلوه، واديتنا سن اكبر من سننا. بالظبط، دي بالنسبه كمان خصوصا البشره الجافه. البشره الجافه لما بتيجي تستخدم فاونديشن اويل فري، يعني ما فيهوش زيوت خالص، بيقلب مات، بتنشف لها بشرتها اكتر، فتبتدي تشتكي من التشققات والخطوط وكل الكلام ده. طب زي ما مي قالت يا اسراء ان في انواع فاونديشن بنحطها ممكن تبين الخطوط اكتر التعبيريه، طب افرضي الفول كافريج اكتر، يعني طب افرضي انا عندي خطوط المفروض احط درجه اغمق ولا درجه افتح؟ ملهاش علاقه بالدرجه، هنحط درجتنا بالظبط بس نقلل الكميه. يعني احنا عندنا خطوط تعبيريه كتير، عندنا مشاكل كتير، الكميه مهمه جدا في الموضوع ده، لازم نقلل الكميات مش بكتر الكميات. طيب اسراء طلع لنا بقى في المقدر جديد دلوقتي موضوع الكونتورينج، اللي هو الحاجات البني اللي بنقعد نشوفها في كل فيديوهات الميك اب ارتست، تلاقيهم جم عملوا هنا حركه بني وهنا حركه وهنا حركه وهنا حركه وهم حافظين مش فاهمين. اعتقد ان الموضوع ده ليه علاقه برسمه الوش صح ولا لا؟ دراسه اكيد طبعا. يعني مثلا الكونتور بتاع الوش المربع غير الكونتور بتاع الوش الماسي غير الكونتور بتاع الوش البيضاوي، لا كله بيعمل وهكذا. دلوقتي اللي هي الحركه اللي هنا دي واللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا وخلاص، لا كله ده غلط جدا، ده غلط جدا. انا مثلا الجبهه عندي عريضه من الجناب، عريضه، فهعمل الكونتور بتاعي من الجناب علشان يقلل لي العرض ده شويه. طب انا الجبهه عندي طويله ومن الجناب مزمومه، يعني رفيعه اخده طول، ده اللي هو الوش البيضاوي، فبعمل الكونتور من فوق بس. ده مثال بالنسبه مثلا للجبهه. الخدود انا عندي خدود فطبيعي مش هبرزها اكتر، لا هنحف الوش، هنحته، تمام. العكس الوش المنحوت او الوش الرفيع بنعمل له خدود. فهماني؟ طب قولي لنا يا اسراء مثلا، ادينا مثال مثلا عليا او على علا علشان واضح ان البنات يعني مصممه تعمل كونتور، فعايزين نقول الصح. مثلا هي علا رسمه وشها غير رسمه وشي، يعني قولي لنا هي يليق عليها كونتور يعني ازاي؟ مثلا ما ينفعش نحط هنا كونتور للجبهه تماما، الجبهه عندنا قليله جدا وقصيره، فلو حطينا احنا كده بندمر الجبهه. خلينا بس نبقى متفقين ان الكونتور مش اساسي اصلا، يعني ممكن جبهه انا ما احطلهاش. انا بقول كده والله بالظبط، يعني هو مش اساسي. هنا عندنا ينفع ان احنا ننحت وينفع نعمل خدود، الاثنين يليقوا معاها. ما ينفعش نعمل كونتورنج للشفايف، هي شفايفها ما شاء الله كبيره، فاهمه قصدي؟ انت نعمل لك كونتور للشفايف، ممكن نكبر الشفايف شويه. كونتور النوز بتاعتك عشان النوز طويله، ممكن نعمل الكونتور من تحت بس ما ناخدش الكونتور من اوله لاخره، احنا كده بنطول النوز اكتر. الجبهه عندك عريضه بس قصيره، يبقى نحط الكونتور هنا وهنا. طب في اسراء ناس بيعملوا كونتور عشان يعملوا الجو لاين، عشان يعملوا الحاجات دي اللي طالعه موضه دلوقتي. لا يعني هو الكونتور مش موضه، الكونتور حسب، لا الجو لاين والحاجات اللي بقت دلوقتي ابرازها بيبقى حلو، بقى في تركيز عليه اكتر. لا فعلا، لا بس هو موضه فعلا يا اسراء دلوقتي. عارفه زمان ايام مثلا الابيض واسود كان الوش المدور هو علامه الجمال. بالظبط، ايوه. دلوقتي لا، بقى الوش المنحوت والعضل بس مش كل الناس، خلي بالك الدقن النفرتيتي والجو لاين والحاجات دي مش كل الناس، هي كل حد وحسب تفكيره. انا بيجي لي عرايس بيقولوا لي لا انا عايزه خدودي، انا خدودي انا بحب شكلي وشي مدور ما تنحفليش، فدي انا ما بستخدملهاش كونتور خالص، بكتفي ببرونزر باودر في الاخر، لان زي ما قلت لك الكونتور مش اساسي تماما وحسب الاذواق، خلي بالك، لان كمان الكونتور بيسمر شويه. وفي بنت تقولي انا مش عايزه اغمق، انا عايزه بلون بشرتي. هي عزيزه كمان بتقول لنا ما في ناس ما بتعرفش تدمجه، فبيبقى باين قوي. دي مشكله، دي مشكله جامده جدا، وهو اصلا مش المفروض انه يبين. بالظبط، احنا مش بنعرف نعمل كونتور يبقى ما نحطهوش خالص. طب الدمج ده بيبقى ازاي يا اسراء؟ البلند هنعرفه مع بعض مع الموديل. مع الموديل. الدمج لازم نحط اول حاجه كميه قليله في
المساحات تكون في مساحه قليله، لان احنا لو مجرد رسمنا هنا لما تيجي تعملي بلند بيفرش اكتر. كل ما بتعملي بلند كل ما المنطقه بتوسع معاكي، فاحنا بنعمل خط صغير قوي ما نجيش يعني نتحمس في الرسم بعد كده تدمجي تلاقي الكونتور طالع على الشفايف وطالع على الخدود كتير. انا مش بعرف اعمله اسراء، يعني انا بحس ان البلاشر عارفه مي بكافي يعني بحس البلاشر لما اعمل كده بظبط هو عايز تدريب ولايت هنا بظهر الخدود وخلاص. فهل لازم كونتور ولا انه لا مش لازم؟ ممكن تعملي برونزر في الاخر، كونتور باودر ده بيبقى اسهل كتير طبعا في الدمج. فالناس اللي مش محترفه في الدمج فيفضل ان هي ما تعملهوش لان شكله بيبقى سيء جدا وهو مش مدموج. عارفه ايه اسراء كمان بيفرق معانا قوي 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 في الميك اب وبيغير شكل الواحده كومبليتلي؟ الحواجب. دي مشكله، الحواجب دي كارثه، دي مشكله فعلا، هي كارثه فعلا. يعني انا بشوف انه رسمه الحواجب اللي ربنا خلقنا بيها بالزبط. هي دي اللي احنا المفروض ناكد عليها بالزبط. في ناس بتغير رسمه بتشيلها خالص، لا 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 خالص، تقوم عاملاها بالتاتو بصي بيديها سنه اكبر، وحشه جدا التاتو ده بصي، والمايكرو بليدنج والحاجات دي انا مش مع الحاجات دي خالص. ولما عروسه بتحجز معايا بقعد اكد عليها بلاش تعملي الحاجات دي، دي هتبوظ لنا الميك اب. ممكن يا سرعه تبقى بتعملها لظروف مثلا حواجبها خفيفه زياده، ما احنا برضو في طرق ان احنا بنخفي التاتو، يعني انا بخفيه بس طبعا الافضل ان الشعر يبقى فيه عندي شعر طبيعي. انا بحب جدا الحواجب اللي بتبقى عريضه عندها شعر دي، على خلي بالك انا ما برسمش فيها اي حاجه، انا بسرح الشعر ولو في زيادات بس بظبطها وبس كده. بس بيرسموا مش كل الناس بنرسم اللي هو شعره اللي هو المايكرو بليدنج، بنعمل شعره ده برضو مش حلو. لا الشعره شعره حلو بس المايكرو بليدنج مش كله بيطلع حلو، عايز حد بروفيشنال برضو فيه يكون عارف رسمه وشك وجسمك مساحته قد ايه، والشعرايه تبقى رفيعه. في ناس بيعملوا مايكرو بليدنج الشعرايه بتبقى عريضه ما بتبقاش شكلها حلو خالص. طيب الحواجب زي بالظبط عمليات التجميل لازم تروحي لدكتور يعني متخصص كويس. نفس الكلام الشفايف والحواجب بتلعبي في وشك، فلازم حد يكون بروفيشنال جدا تبقي واثقه فيه. طب بما اننا اتكلمنا عن الحواجب، هل مثلا الحواجب العريضه انسب مثلا لوشوش معينه، الوش البيضاوي الوش طبعا المدور؟ لا مش حكايه بيضاوي ومدور، حكايه ان الوش الصغير من يفضل ان احنا ما نعرضش الحواجب فيه لان هي وشها صغير. لو عملتي الحواجب عريضه قوي شكلها بيبان ان هي شرير او ما بتبقاش بريئه. عكس وش مليان او المساحه فيه كبيره ممكن نعرض الحواجب فيه شويه، وحسب الحاجب اللي عندي يعني حسب رسمه الحواجب اللي هي بتاعه ربنا اصلا جايه لي، ايه الزيادات اللي عايزه تتملى بملاها. انما انا مش يعني ما بديليش الكلاينت مثلا اقول لها انا هرسم حواجب، لا انا بشوف ايه اللي ناقص في الحواجب بعمله، زيادات فراغات طويله اقصرها قصيره اطولها بس. عارفه يا اسراء في التسعينات كده كانت طالعه موضه قوي الحواجب الرفيعه قوي دي اللي هي اللي عامله 8 مرفيعه قوي كده دي. حلو، بشوف صوري بقى زمان انا عملته ده بجد. ودلوقتي برضو من فتره كده كانت طالعه موضه الحواجب التخينه قوي دي، تخينه جدا. عارفه انت مع ولا ضد ان احنا نمشي مع الموضه في رسمه الحواجب ولا اللي يليق علينا؟ لا طبعا اللي يليق علينا. انا مش مع الموضه اصلا في الميك اب خالص، حتى الالوان يعني حتى لو سالتيني ايه الالوان الترندي دلوقتي ايه الالوان، هقول لك لا ما فيش حاجه اسمها كده. احنا بنحط كل الالوان، البيتشي النود البينك الازرق والزيتي كل الالوان موجوده، البيربل كل ده موجود معانا. يعني وكل ده احنا مش الحواجب الرفيعه دي لا. ولا عملتي التحديد؟ فاكره التحديد البني بتاع زمان؟ لا عملت الحواجب الرفيعه الطويله قوي واللي هي ستريت بالظبط. كلنا بنقع في التريت كل الحاجات دي. بصي كل ما بيعدي وقت كل ما في حاجات جديده بتظهر، كل ما في بتتعلمي حاجات جديده، كل ما بتتطوري في الشغل كل الكلام ده. طب انا شايفه الرموش. طيب الرموش يعني هل الرموش بتليق على كل البنات؟ يعني هل ان ممكن نحط رموش او لا في ناس ما يليقش عليهم؟ في ناس بيليق معاها الشعرايه بس اللي هما كام شعرايه في النهايه بس لكن مش لا في ناس ما بيليقش عليها فعلا الرموش من الاول للاخر، خصوصا العيون الصغيره خالص اللي هو الجفن الصغير تمام. العيون المبطنه التبطينه بتبقى باينه فيها قوي، دي يفضل ان احنا نحط رموش فيها كثيفه لان التبطينه دي لما بتقل معانا او بنخفيها بالميك اب مع رموش كثيفه بتداري التبطينه معانا شويه. صح، انت تلاقي كده يا اسراء صوتك قمر زيك. ايوه عايزين نسمع حاجه بقى يلا عشان بنخش بعد كده بقى على الموديل. اوكي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي قد عمري قلتها لك وانت جنبي ببقى لسه مشتاقه لك. ما انت عارف
انت سامع انت الليل في الشوارع ما انت عارف انت سامع انت الليل في الشوارع كل حبة رمل بتقول لك حرام حرام اتحرم من حضن الخطاوي وفين انا الله بجد تحفه صوتك انت ممكن تسيبي مجال الميك اب وتتجهي بعد كده للغنى ولا انت مركزه في الميك اب بس بصي هو انا اصلا يعني بغني من زمان جدا وحاولت كتير في الموضوع بس للاسف ما حصلش توفيق في موضوع الغنى هوني اسراء صوتي جميل زي الرجاله مستحوذين على مجال الغنى اكتر من الستات بكتير قوي ليه يا جماعه كده ليه بجد عندنا الاصوات النسائيه بتسوق اصوات كتير فعلا موهوبين عايزين يطلع يطلعوا وكمان لا مش كمان بس صوت لا دي قمر كمان يعني كل المميزات موجوده ولسه يا ميوي احنا مكملين معاك يا اسراء بس خلونا يا جماعه نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه ومعانا موديل واسراء هتنفذ على الهوا دلوقتي اوعوا تروحوا في اي حد فرجعنا لكم مشاهدينا مع إسراء زي ما وعدناكم قبل الفاصل ومعاها بقى نهلة القمر الموديل معانا هتعمل لها بقى ميك اب ويمكن هي هتطبق بقى كل الأسئلة اللي احنا سألناها لها في قبل الفاصل هتطبقها بقى معانا عملي دلوقتي ولو في أي حد عنده سؤال يكلمنا على التليفون علشان نلحق بقى كده إسراء ترد علينا ونستغل وجودها معانا النهارده طيب. إسراء ورينا بقى واحدة واحدة كده هتبدأي بإيه وقولي لنا اشرحي لنا نوع بشرتها أو نوع رسمة وشها إيه وعلى أساس كده هتعالجي لو في عيوب هو مفيش عيوب طبعا وهتعملي إيه بالظبط معاها طيب هي وشها بيضاوي تمام إنما هي وشها لايق معاها يعني ملامحها مع الوش لايق معاها فأنا محتاجة إن أنا دلوقتي أحط كونتور على الجبهة من فوق بس ما أحطش في الجناب خالص تماما عندها طبع الحسن ممكن أبرزها الأنف عندي طويلة هحاول إن أنا أقصر منها شوية ومش هاخد الكونتور بتاعي لحد فوق زي ما اتفقنا تمام البشرة عندي عادية فهتنفع معاها البرودكت مثلا اللي هي الحاجات اللي ما بتنشفش قوي زي الحاجات المات وبرده في نفس الوقت ممكن ينفع معاها حاجات البشره الجافه لان هي دلوقتي عاديه بس احنا في الشتاء فممكن بشرتها تبقى بتنشف شويه فلو حطينا لها حاجه فيها اويل شويه فاونديشن يكون كريمي هيكون الطف معاها تمام طيب اول حاجه معانا احنا المفروض بنستخدم تونر تمام التونر اللي هو بننظف بيه الوش انا اوريدي مجهزه لها بشرتها بالتونر تمام فاحنا دلوقتي هندخل على خطوه حاجة. الترطيب بستخدم كريم او سيرم كريم ترطيب اي كريم ترطيب لا مش اي كريم ترطيب كريم مناسب للبشره يعني انت بشرتك جافه حطي كريم للبشره الجافه بالظبط بشرتها دهنيه تستخدم كريم للبشره الدهنيه لان طبعا بيكون ما فيهوش زيوت فما ينفعش ان احنا نستخدم كريم تقيل للبشره الدهنيه ده اللي هيبين بقى ان الفاونديشن سموث مش مشقق معانا بالظبط بالظبط كده فبحط المرطب بتاعي وطبعا يفضل ان احنا نسيب المرطب ينشف على مهله خالص يعني 10 دقائق ربع ساعه انا بعمل كده دايما مع العرايس بحط المرطب واسيب البشره بتاعتها ترتاح تماما نقعد نتكلم مع بعض شويه نعمل اي حاجه بس ده افضل بس احنا طبعا عشان تصوير ف هنحط الخطوات ورا بعض على طول ولو نازله الشغل على طول برضو بسرعه بالظبط طب اسراء لو هي نازله الصبح بتحطي طبعا ممكن سان بلوك تحت الميك اب في الاول اكيد طبعا في الشمس لازم سان بلوك بيتحط قبل المرطب ولا بعد المرطب بعد المرطب بعد المرطب وبحط دلوقتي الاي كريم لازم نهتم جدا بالمنطقه بتاعه العيون دي كويس جدا لان دي اكتر منطقه البنات بتشتكي منها ان بيحصل فيها خطوط من الكونسيلر ده بيحمي يعني تحت العين ولا بيمنع الخطوط بس بيرطب كويس جدا بيحافظ لك على الكونسيلر وقت اطول وبرده ستان بلوك بنستنى 10 دقائق مثلا وبعدين تبداي تحطي الميك اب بالظبط كل حاجه بس يعني بسيبها على البشره تاخد وقتها عشان البشره تشربها بالظبط احنا كده ساعات برده الكونسيلر ده بيبقى غريب قوي يعني الناس اللي تحت عينها في سمار جامد قوي لو حطوا لون مش لايق معاهم بيقلب ازرق ده ما ينفعش خالص وفي ناس بتفتح قوي قوي تحت العين فبيبقى الشكل بشع بصراحه بالظبط احنا ما ينفعش نعمل كده خالص هنشوف مع بعض الكونسيلر هنستخدمه ازاي انا دلوقتي هاخد برايمر حاجه
بتخلي لي البشره شكلها سموث شويه. انما هو مش قوي تماما، هي مش محتاجه ان انا احط لها حاجه قويه للمسام. طبعا لو مسامها واسع هستخدم برايمر للمسام يكون قوي. طب لو الناس مش هتقدر تجيب برايمر، ينفع تحط الجل الصبار ده طالع موضه قوي؟ اه ممكن، من الحاجات ممكن اللي طالعه موضه دلوقتي. بس طبعا ما ينفعش العرايس، يعني لا ما ينفعش العرايس. احنا بنتكلم للناس بتاعت كل يوم. اه ممكن عادي في الشغل في الكلام ده كله. طيب انا دلوقتي هاخد درجه، شايفين الدرجه عامله ازاي؟ هي درجه لونها مشمشي كده شويه، الدرجه أغمق دي اغمق شويه منها صح؟ اغمق شويه، اه اغمق. الله كتير، جميله قوي الدرجه دي. وهحط في اول العين، هي عندها هالات تحت عينيها بسيطه مش كتير، عشان كده استخدمت درجه مش غامقه، مش اورنج يعني، فاهمين قصدي؟ لو الهالات داخله على اسود جامد او زرقان جامد فبستخدم لها درجه على اورنج شويه. ده كده كوركتر؟ كوركتر ده يعتبر كوركتر، بس ده كونسيلر. هو يفضل ان احنا نستخدم الكونسيلر غامق صح؟ اه كونسيلر، اه عشان الناس تعرف يعني ان الكونسيلر ده اللي هو الفاتح اللي بيتحط تحت العين. في منه درجات، انا بستخدم الغامق الاول اكنسل التسبغات اللي موجوده تحت، وبعد كده ببتدي ان انا انور اعمل الهايلايت بتاعي. ده بيحافظ لك على لون البشره ان هي ما تغيرش. تمام، بنشيل الزيادات بالسبونج، نخلي بالنا كويس جدا من الكميات، الكميه ممكن تغير لك لون الفاونديشن وثباته ما يكونش قوي. احنا معانا تليفون دلوقتي، معانا ياسمين ليها بقى سؤال ليكي يا اسراء. الو مساء الخير. الو مساء الخير، ازيك يا ياسمين؟ ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ الحمد لله يا حبيبتي، منورين الشاشه والله. ده نورك يا روحي. انا بس عندي سؤال لاسراء عن الهالات السوداء. انا عندي هالات سوداء زياده، فكنت عايزه اعرف الاستخدام بس يبقى كونسيلر ولا في حاجات ثانيه نقدر نستخدمها اخفيها بيها يعني؟ لا ولو في حل طبعا طبي اقدر ان انا يعني اتجه اليه يعني. طيب هنرد عليكي ياسمين، عندك سؤال تاني؟ خلاص ياسمين قفلت. قولي لنا بقى فعلا السؤال ده ناس كتير قوي بتساله يا اسراء. اه هي الهالات لازم لها كوركت يكون اتقل من اللي انا مستخدمه، يعني انا دلوقتي مستخدمه اللون المشمشي، درجه بقى على اورنج شويه، حاجه تكون يعني لايقه مع الهالات الدكنه اللي عندها، لان هي بتبقى غامقه جدا، ده ما ينفعش معاها. مش هيكنسل، تحطه الاول، تحطه الاول بعد كده تحط الفاونديشن زي ما احنا هنعمل دلوقتي. يعني ما تحطش كونسيلر درجه بقى فاتحه فوقيه بعد الفاونديشن؟ بعد الفاونديشن لو هي مش هتحط فاونديشن خلاص نازله، يعني احنا نازلين على كده خلاص هنحط الكونسيلر بتاعنا ونثبت. اهم حاجه التثبيت باللوس باودر. عايزاكي يا اسراء تفهميهم ليه الاورنج، عشان مش كل الناس فاهمه فكره اللون الاورنج انه يتحط على الاماكن الغامقه. علشان يكنسل التسبغات، علشان احنا لو حطينا الفاونديشن على هالاتنا على طول او تسبغات وشنا، اللون هيقلب معانا على رمادي او على ازرق. فده اللي البنات بترجع تشتكي منه، تقول لك انا ليه الفاونديشن عمري ما بحط فاونديشن حلو معايا ومناسب، عشان انت ما كنسلتيش التسبغات بتاعتك الاول. دي بقى دي درجه في الفاونديشن، دي درجه الفاونديشن. اه دي درجه الفاونديشن اللي هي لايقه معاها، ودي الكميه اللي انا بحطها. بقى حتى لو عاديه إيه؟ هي بشرتها عاديه، هي بشرتها عاديه أوه. فاخترت لها فاونديشن للبشره العاديه. طب اسراء في كوركترز كمان بتبقى الوان غريبه شويه، اخضر مثلا بنحطه لبشره ايه؟ ملهوش اي لازمه، كل دي اختراعات فاشله، ملهوش اي لازمه. الاخضر والموف وكل الكلام دوت ملهوش اي يعني لازمه، يعني ما نجيبش الاخضر. هو لا بس لا. اللي عندها مشكله غمقان تجيب اللي هو الاورنج او الكونسيلر اللي انت حاطاه بس، وليهم تغطيه. ايه بقى ما فيش اخضر يا جماعه؟ ما فيش كوركتر لا اخضر؟ لا 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 خالص. دي فاتحه شويه يا اسراء على بشرتها. اه انا عامله حسابي ان انا انت قصده صح؟ اه انا قصده، لان هي كده يعني كده كده هتغمق شويه بالكونتور. اوكي فدايما يعني ايه بفتح درجه بسيطه. احنا بنبقى عايزينك تفهمي الناس احسن، بعدين البنات يروحوا كلهم يفتحوا زياده. لا 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 تلاقي ابيض هي يعتبر مش فاتحه قوي كمان، يعني هي لما يتعمل لها بلند احنا لسه عشان الكميه محطوطه على بشرتها كلها. بس انت يا اسراء عموما بتفضلي ان يعني الفاونديشن او الدرجه اللي في الاخر تبقى اغمق سنه من الوش، تبقى درجتها ولا تبقى افتح درجتها بالظبط؟ درجتها ده اللي انا بعمله دايما، حتى لو في سياسه كده ان يقول لك اغمق بتبقى احسن لو اغمق سنه. ده في التصوير يعني لو في سيشن او كده اه انا بغمق الموديل شويه. اوكي لكن انما لو عروسه لا تطلع درجتها بالظبط. لكن لو عروسه، عروسه درجتها بالظبط. في عروسه ممكن تقولي انا عايزه ابقى افتح مني درجه، دي بعملها في حاله واحده لو هي محجبه.
عشان الرقبة مع الوش لو هي فتحت الشكل ما بيكونش لطيف خالص. أو ممكن نعمل الرقبة معاها صح؟ لا الرقبة ما بنحطش عليها فاونديشن. الرقبة ولا تقصدي هنا؟ هنا الجزء ده. لا ده الجزء ده ما نحطش عليه فاونديشن تمام. اوكي نحط ما بيكونش روجاجو بس، نحط هايلايتر برونز باودر كده بس. انما الكريم في الجزئيه دي صعب جدا ان هو الجسم يتحمله، بيسيح هيسيح وهيمسك في الهدوم، والهدوم هتبوظه، بدله العريس هتبوظه، كل الكلام ده. بدله العريس لا وعلى ايه؟ اشتغل بدله العريس بالظبط. طيب احنا دلوقتي هناخد اهي الدرجه اللي قلت لكم عليها دي بقى درجتها بالظبط، نفس الوقت هتديها اضاءه تمام. ده الكونسيلر. ده ما كانش ينفع بقى احنا نستخدمه على طول. ده درجه كام؟ كان هيغير. ايوه لازم تلغي الغمقان. هنقول البراند؟ لا ما تقوليش البراند، ما هو كل درجه في براند مختلفه. بس انا دايما بلاقي واحد يعني اتنين تلاتة. يعني دي مثلا ميديوم. دي قولي اللي هي اللي في النص مثلا. دي اللي في النص. هي فعلا مره واحده حسيت وشها نور تحت عينيها حقيقي يا اسراء، وفي نفس الوقت نور من غير ما يغير. فاهمه البوينت هنا؟ طيب اسراء في ناس بتستخدم الايد ويعني بيقولوا دي افضل. لا 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 صعب جدا. حتى الاسبونج غلط جدا ان احنا نوزع بالاسبونج. لا الاسبونج انا يعني الوظيفه اللي بعملها بيها بس ان انا اشيل زيادات، انما كل الشغل بتاعي بالبراشز. طب البراش المناسبه للكونسيلر او للفاونديشن اكيد بتختلف عن بتاعت مثلا البلاشر اكيد او الباودر بتبقى احسن. يعني مثلا دي فرشه الفاونديشن بتكون فرشه كابوكي شعرها كثيف تمام. الاصغر منها على طول ينفع نستخدمها للكونتور للكونسيلر، الاماكن اللي بتكون صغيره وضيقه وتبقى ناعمه شويه بالزبط. شعرها ناعم. اوكي طيب احنا ممكن نستخدم لها كونتور باودر عشان الكريم بياخد وقت. أوكي. جدا. فاحنا دلوقتي هنثبت على كده على طول. قلتي عشان هي بيضاوي حتى هتعملي هنا في راسها من فوق. دلوقتي هنعمل خطوه مهمه جدا. هي التثبيت. التثبيت باللوز باودر. في ناس بتعمل سكيب للخطوه دي وده ما ينفعش تماما. يعني هي بتعمل كده وتنزل. اوكي صعب جدا. هي كده هتلم كل الشوائب اللي في الدنيا هتلزق في وشها لان هي اوريدي بشرتها ملزقه فيها كريم. ازاي ننزل بيه؟ اوكي ما ينفعش خالص. غير كده ان هو بلوز باودر. بلوز باودر. بلوز باودر. تمام. نفس اللون ولا ترانسبيرنت يا لا نفس اللون. وفي منها ترانسبيرنت. ايه الاحسن؟ لا نفس اللون. انا بحب اللي فيها لون اكتر. أوكي. اللي هي لونها ابيض مش عاملة زي بودرة التلك. لا لا انا دي مش بستخدمها في شغلي بصراحة، مش بحبها. اللي يعني هي دي نفس اللون. نفس اللون. دي لون الجلد. بص شكلها بتبقى بيج كده. بتبقى زي بيج. في منها درجات طبعا والوان كتير. طب هل مش الاسهل ان مثلا نجيب الترانسبيرنت وخلاص؟ على ما بتلاقش مع في ناس بتغير معاهم. اوكي يعني ده انا فاكرة العكس ان اللي هي الشفافة. لا. دي مش هتغير. لا بصوا كده احنا ثبتنا شايفين. وفي نفس الوقت ما حطيناش كميه كبيره من اللوز باودر. يعني الدقيق اللي بيتحط على الوش ده في ناس يحطوا كتير قوي. لا ملوش اي لازمه. أوكي. خصوصا مع بشرات مصريه. احنا بشرتنا عاديه جدا فيها مشاكل وفيها حبوب وفيها حفر وفيها خطوط. يعني ما ينفعش. هم بيقلدوا الاجانب. وده مش هيجي معانا خالص. ما ينفعش. كل ما بنزود اعتقد من الطبقات دي بتبين العيوب اكتر بالظبط، خصوصا البشره الجافه. احنا معانا مروة على التليفون برضو عايزة تسألنا سؤال. الو الو مساء الخير. مساء النور. ازيك يا مروة؟ الحمد لله بخير. قوليلي بقى ايه سؤالك؟ انا كنت بس عايزة اسأل ان انا كنت كذا مرة حاولت ان انا اعرف اركب رموش بس كل مرة ما بعرفش. يعني حتى طول الرموش مش عارفة الفرق بين انواعها. ايه الانسب ليا؟ فدي كانت مشكله بتواجهني. حتى لما باجي اعمل ميك اب وكده كنت دايما بقف عند حته تركيب الرموش. هو اللي كان هي صعبه على فكره يا مروه. هي صعبه. انت اخترتي اصعب حاجه. هي محتاجه تدريب. بصي انت لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي فيديو مخصص بالموضوع ده ليكي. ليا انا منزلاه. بالتفصيل. فيديو 15 دقيقة بتكلم فيه عن الرموش بالتفصيل، ازاي تركبيها، ازاي تحطي الجلو، الكمية بتاعته، ازاي تقصيها، كل حاجة. طب كويس قوي. خلاص يا مروة ادخلي على القناة بتاعت إسراء وشوفي الفيديو ده. تمام. عندك سؤال تاني يا مروة؟ هو في اكسنج انا وحاجة بتركب للرموش، هل دي مثلا بتضرها او حاجة اللي هي بتبقى لمدة 3 او 6 شهور؟ طبعا بتضرها وبتوقع الرموش جدا. وانا مش معاك قوي. يعني انا كنت فكرت ان انا عشان مش بعرف اركب الرموش اللي انا اعملها. لا لا لقيت لا تأثر على رموشي. هتأثر ومش هتلاقي رموشك بعد كده.
طيب كويس انك بتعملي كده. طيب احنا دلوقتي هناخد بقى الكونتور الباودر. بصوا انا اخدت درجتين، درجه كونتور باودر اللي هي على جراي شويه ودرجه برونزي اوكي عشان تديني درجه بني حلوه كده. اوكي ماشي. البرونزي لوحده بيخلي البشره محمره شويه. اوكي انما انت هنا عملتي انا هنا حطيت معاه الكونتور. بصوا بقى انا بحط الكونتور بتاعي فين؟ هناك عشان هي جبهتها، علشان هي عندها بيبي هير في الجناب بالظبط عند المنابت، عشان هي جبهتها بيضاويه فبنحاول نقصر ما الجبهة. عملتش بقى في الجنب، خدتي بالك يا علا؟ ما هي عشان بصي ميوله هي بيضاويه ضيقه من الجوانب، فهي بس من فوق بتقصر الجبهه بتاعتها. اللي عنده قوره عريضه يا جماعه شويه فبيعمل الكونتور هنا فوق. ينفع معاها برضو ان احنا نسحب الوجه، يعني نعمل ليفت كده للوش مع العيون هيبقى حلو قوي، وتنفع برضو ان احنا نبرز لها الخدود. صحيح يا اسراء، امتى بتسحبي الوش يبقى لفوق كده او امتى بتسحبيه كده من الجوانب؟ لما وشها بيبقى مليان. اوكي وش مليان اسحبه على فوق، وش رفيع ما اعملش كده ابدا، بينحفها اكتر. اوكي هي قمر اصلا شكلها كده من الوشوش اللي بيليق عليها كذا رسمه ميك اب وكذا نوع ميك اب بالظبط. بصوا شايفين الفينش بتاع البشره؟ لا سموث في اقل من 10 دقائق. شايفين الكميات؟ اهم حاجه عندي الكميات. الكميات والسرعه بتفرق جدا يا اسراء كمان. انا ما عنديش مشكله في السرعه، هي لو بنت بتاخد وقت خدي وقتك بس ما تستعجليش في الدمج، لان دي مشكله بنات كتير عشان يستعجلوا. يعني انا بتجيلي بنات في الكورسات بتاعتي ميك اب ارتست شغالين، مشكلتهم في الدمج، الحاجه ما بتطلعش مدموجه كويس عشان هي بتستعجل عايزه تخلص بسرعه. لا احنا ناخد وقتنا في الدمج، ده اللي انا دايما بقوله، ناخد وقتنا. ان شاء الله لو قعدتي في الميك اب 3 ساعات ادي للعروسه وقت، قولي لها انت معايا من 1 ل 4 النهارده. انا عايزه اقول لك برده يا اسراء، في مشكله كبيره قوي في موضوع الميك اب بتواجه ناس كتير قوي، وياما خربت بيوت. رسمه الايلاينر، رسمه الايلاينر دي تلاقي الواحده والله العظيم خلصت ميك اب في 10 دقائق ورسمه الايلاينر دي قعدت معاها ساعتين، وممكن جوزها اصلا يعمل مشكله كبيره قوي ويتاخروا على المشوار وتبوظ مننا ونمسح الميك اب ونعمله من الاول. وبصي قصه، هو الايلاينر عندك بديل لموضوع الايلاينر ده بس علشان يعني نقدر ننقذ ما يمكن انقاذه؟ طبعا في بديل. إيه؟ طيب. البديل اللي احنا عاملينه دلوقتي انتوا شايفين ان انا عامله ايه؟ معانا تليفون. انا مش شايفه اي ايلاينر والعين من اي شادو. ساحبين اي شادو، بسحبك اي شادو امن وايسر واسهل بكتير. معانا تليفون، اتفضلي جنة. اتفضلي يا جنة. الو اهلا يا جنة، اتفضلي بسؤالك يا حبيبتي. لو سمعتي كنت عايزه اعرف ايه افضل لون لينسز ممكن يليق على البشره القمحويه؟ لون ايه يليق على البشره القمحويه؟ لينسز. اوكي ممكن. شكرا ليكي يا جنة. الهاني، الجرين، كل الالوان دي حلوه قوي تنفع. العسلي يا جنة او الاخضر. طيب احنا دلوقتي بنحط بلاش. كان نفسي اسالها عندك كام سنه؟ يا شكلها بيبي. شكلها صغير بيبي صح؟ هي كانت مستعجله. بصوا البلاش بنحطه فوق البرونزر بتاعنا او الكونتور فوقيه على طول بالشكل ده. على اي اساس يا اسراء بتختاري لون البلاشر؟ على اساس الاي شادو لون البشره عندي، لو هي بشرتها بيضه قوي طبعا ما احطلهاش لون غامق جدا عشان هيبان معاها ان هو مغمق البشره او مسمرها. احنا فاضل لنا قد ايه كده يا اسراء؟ انا شايفاك يا خلاص قربتي يعني. يعني بحاول على قد ما اقدر عشان وقت البرنامج. عشان الوقت قرب يعني عدى معاكي بسرعه يا اسراء الصراحه، وعندنا اسئله بلا توقف كلنا. فعايزين نعمل الفينش بتاعها بقى عشان والروج، الروج اهم حاجه، نوري مشاهداتنا النتيجه الجميله. علشان فاضل 4 دقائق بالظبط. احنا عايزين بقى يوم بحاله. انت قدها. بس انت اسم الله سريعه برضه. لا ما شاء الله ده اللايت. اوكي عملت الميك اب ده كله في اقل من تلت ساعه. حلو جدا. وفي بيحطوا لايت هنا فوق عند الشفايف هنا من فوق يا اسراء؟ ممكن لو المنطقه دي عندي داخله لجوه بتعليها شويه فاحط هايلايتر. ده هتختاريها روج لونه ايه؟ يعني نختار حاجه بيتشي كده. لا انت لازم تعملي لي ميك اب يا اسراء طبعا. الروج الاحمر يا اسراء بيليق على كل الوان البشره ولا على الوان ايه؟ لا يليق مع كل الوان البشره مفيش مشكله، اهم حاجه شكل الشفايف. هو ما بيليقش على كل اشكال الشفايف. اوكي فهمتي قصدي؟ فهمتك. انت اسكندرانيه؟ عرفتك. فهمتي؟ عرفتي؟ فهمتي؟
طيب بنعمل بلند، بنرجع تاني بالبروش بتاعة البلاشر نبلند الهايلايتر عشان ما يبقاش اللايت خط مع البلاشر. أيوة الخط اللي بيبقى متسابة. أوكي. طيب احنا ممكن نحط الروج بقى. الروج بقى يبقى بليب لاينر ولا من غير، يعني بقلم تحديد ولا تفضلي من غير؟ يفضل يبقى بقلم تحديد لو احنا مبتدئين، او نعمل له كونتورنج. انا ممكن اعمل له كونتورنج سريع دلوقتي. طيب اوكي يا ريت. طيب نفس اللون ولا يبقى اغمق شويه اسراء؟ لا ممكن يبقى اغمق طبعا. مش انا لقيت هنا عامله تحديد بنوتي عامله تحديد زي بتاعنا زمان البني ده، وبتقول لي طالع موضه الكونتورنج بقى. قلت لها اوعي تعملي. كان مرعب. كان مرعب قوي وهي عامله. قلت لها لا انت عارفه بلاش الموضه دي تاني بليز. بس انت عارفه لو رجع موضه هتلاقي الكل متقبلها عادي. عادي بس مش عارفه ده كان شكله بشع. هي بتعمل لها كونتورنج. هي شفايفها من تحت عريضه ومن فوق ضيقه شويه. ضيقه رفيعه هتعرضيها شويه زي شفايفي. بصوا فانا بقى هنعرض شويه من هنا. اوكي الكيرف يعني بتعرضي الكيرف بالظبط. بعرض الكيرف بنزل على ما فيش. أوكي. ما بطلعش بره. تمام. يعني بلاش نكبر يا جماعه من الجوانب. ايوه ما نعرضش البق، احنا بس نقدر نملاه بالظبط. اوكي يعني ما نطلعش بره. لا بنملاه من فوق وتحت بس. بس انا بحب اطلع بره. عشان انت شفايفك صغيره. بنطلع مش ما بنطلعش، احنا بنطلع بس مع ناس معينه. يعني ينفع. ينفع مع شفايف صغيره اللي هي من اولها لاخرها ملهاش وجود. اوكي. تمام. بعدين نحط اللون. بعد كده نحط الليبستيك بقى. بجد تسلم ايدك يا اسراء. تسلميها. جميل. تحفه. والموديل كمان بقت قمر على القمر اللي هي فيه. جميلة هي. اللون بقى الأوضة ده كده نود بقى صح؟ انا اللون ده يعني بيليقش عليا على بيتشي شوية. هو بيج على بيتشي شوية بس هو فعلا مش بيليق يا اسراء مع البيض. يعني مي لسه الصبح بقول لها بتقولي روج اللي انت حاطاه ما يليقش عليا خالص، ما هي فعلا عشان بيضة. انا بحبه قوي عليها بس ما بعرفش ممكن حبه. عشان هو بيبقى لون بشرتها هي كمان. علا ما شاء الله شفايفها مليانة. لا انا عشان سمرة كمان. تالي هو بيليق على السمر اكتر يا اسراء صح؟ عشان بيبقى واضح. طب ايه اللي يليق على بشرة فاتحة زي ما يروج يبقى فاتح غير الالوان الاحمر؟ يعني البينكات. بينكات البيتش الغوامن شوية. بصوا احنا ممكن نحط تاتش جلوس كده هيبقى حلو قوي قوي. ايه مودة اكتر المات اكتر دلوقتي ولا الحاجات اللي بتلمع؟ بجد المفيش قلت لك ما عنديش مودة. الاثنين. انا الاثنين. برافو عليك. حلو. انا مع الرأي ده جدا جدا. والجلاس بيدي فوليوم للشفايف طبعا اكتر. لو يعني شفايف صغيرة بيبينها حلو جدا. بيدي عارفة حيوية. فرق قوي. بيدي حيوية كمان. بس كان لسه طالع انت عارفة الروجات فاكرة المات؟ ايوه. كان قعد شوية كتير. ده تثبيت في الاخر. لا ده ريفرش. ريفرش. بيديني ترطيب لو في الشتاء. سبراي ايه بالظبط؟ يعني اسم يعني مش ماركه يعني ده عباره عن فيكس سبراي. فيكس سبراي. فيكس سبراي. ده الفيكس سبراي غير السيتنج سبراي. السيتنج سبراي اللي هو بنحطه في الاخر خالص. بس. لازم تيجي كمان معانا وقت ولا لسه؟ نكمل. للاسف خلاص خرجنا. الجميل بقى هو اللي يقول لنا ممكن نحط وقت قد ايه؟ خلاص كده شكلها بالكحل. تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك. هنجيبك تاني يا اسراء كده كده. وتعملي لنا موديل كمان تانية ببشرة تانية وشكل قمر تاني. قمر ما شاء الله. لا تجنن ما شاء الله. برافو. تسلم ايديكوا يا رب. ودايما البنات كده يبقوا منورين كده ونزودهم. الستات انا معايا نغم عندها 5 سنين على فكره. حياتي ما شاء مش البنات. يا حبيبتي ربنا يخليها لك. ربنا يخليها لك يا رب. تهيألي بقى كده خلاص. خلاص خلصنا. وكل مشاهدينا القمرات يا رب تكون فقرتنا النهارده استفدتم منها وتجربوا التبس البسيطه اللي عملناها النهارده وتزيدوا جمال على جمالكم اكتر واكتر. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل باقي فقراتنا. معانا النهارده ضيوف من نوع خاص. بنت قدرت تكون قد التحدي واختارت عالم رياضي ذكوري وقررت اقتحامه بنجاح. حبها لزوجها نجحها كمان فيه لدرجه ان هي اصبحت اول سيده على مستوى مصر وافريقيا والوطن العربي
تكون حكم دولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وده كان بتشجيع من زوجها اللي بيمتهن اللعبة وهو بطل ومدرب فيها وأول حكم مصري محترف على مستوى العالم. معانا النهاردة في استوديو انتي كابتن مرام سعيد، أول سيدة حكم دولي على مستوى مصر والوطن العربي وأفريقيا في كمال الأجسام واللياقة البدنية، وزوجها كابتن محمد محسن المدرب والحكم الدولي للمحترفين في كمال الأجسام. أهلا بيكم معانا. أهلا بحضراتكم. ما بنخافش على فكرة. لا على فكرة، فكرة خاطئة جدا جدا إن لاعب كمال الأجسام بيخوف. لا هو ما بيخوفش، أنا بخوفش خالص. ده أكتر شخص رقيق وكويس وابن حلال والله العظيم. ده انت داخل علينا كلنا تعبنا اصلا. منورنا. اهلا بيكي يا مرام. اهلا بيكي يا محمد. وخليني ابدا بيكي يا مرام. اولا وانت داخله كده قلت ما شاء الله فيمنين قوي، يعني منين تحكيم في كمال الاجسام؟ يعني انا شايفه يعني قمر ما شاء الله شيك دي وبنوته خالص خالص، يعني انا تخيلت ان حد هيبقى داخل عليا زي محمد كده. عضلات. لقيت حاجه ثانيه. مبدئيا عرفينا بنفسك، عرفي مشاهدتنا ومشاهدينا بنفسك، وعرفينا ايه اللي خلاكي تحولتي من مجال الاعلام زي ما قلتي للمجال اللي انت فيه دلوقتي. هو انا مرام سعيد، انا شغاله في مجالي الاساسي طبعا هو المجال الاعلامي، قعدت فيه 17 سنه في خدمه بقى اللي هي الحالات الانسانيه والشكاوي وخلافه يعني كتير، وفي نفس الوقت صحفيه في العديد من الصحف وليا صفحات متخصصه. طبعا كان شغلي وحياتي الاول بعيد خالص تماما عن كمال الاجسام، حياتي شكاوي حالات انسانيه مرأة حاجات زي كده زينا يعني، اللي هي الحياه الطبيعيه بتاعتنا. لما تعرفت على محمد ما كنتش عارف ان هو اصلا بطل في كمال الاجسام، ما كانش ساعتها بيجهز وما كانش بيتمرن. فوجئت وانا ما كنتش بحب اللعبه دي خالص، كنت بشوفها في التلفزيون وانا بقلب بشوف الابطال واقفين على المسرح فما فهمش ايه اللي هم بيعملوه، يعني لابسين مايوهات ودهنين جسمهم بني كده ما اعرفش ان هم دهنينه. فبعد كده فوجئت ان هو بطل في اللعبه وبطل العالم كمان. ابتديت بقى اللي انا احبها، اكتشفت ان هي لعبه جميله جدا جدا جدا. وخلال بقى متابعتي ليه طبعا واهتمامي باللعبه بدانا ان احنا ندعم بعض شويه، فعملت انا وهو اول صفحه مختصه لكمال الاجسام في الوطن العربي في جريده ورقيه. من هنا بقى بدا اهتمامي باللعبه اكتر، بدات ان احنا طبعا من خلال لقاءات مع اللعيبه ومعرفه اخبار الاتحاد اللي هو طبعا برئاسه الدكتور عادل فهيم اللي انا حقيقي بشكره على دعمه ليا، يعني خليني اشكره. طبعا لازم يدعمك يعني اول امراه تعمل حدث زي ده. بس فابتديت بقى ان انا اهتم واهتم بمحمد وبدانا اللي احنا مشوار سوا. انا كمان بدا ان انا اكتشفت عنده الموهبه الصحفيه فتبادلنا المجالات. انت عارفه يا مرام ان الواحد لما بيحب حد الناس بتبحت على بعض بالزبط. يعني حتى بيهم على الوقت بقوا شبه بعض. اول يا مي ايوه صفات بعض حتى لا. الشكل تلاقي ايه ده دول بقوا شكل بعض قوي. ده اتقلت لنا اتقلت لنا كتير جدا على ان انتوا بقيتوا شبه بعض. معلش يا عم محمد خلي بالك انت في استوديو انت. ايوه بالظبط لسه هقول لك دخيل علينا دخيل يا مي. اولا في الاخر هتبقى انت. بالظبط. اولا يا استاذ محمد انا حابه اشكرك واحييك فعلا لان انت نموذج للرجل اللي بيدعم زوجته وبيخليها تنجح وتكبر في المجال اللي هي بتحبه، دي حاجه كويسه جدا. وحباك توجه رساله كمان لكل الرجاله اللي بيتفرجوا علينا النهارده ان دي حاجه كويسه، ان احنا كنا لسه بنتكلم على نموذج في البدايه في بدايه الحلقه على الرجاله اللي هم عكس اللي بيعملوا كده، يشوفوا مراتهم بتحب ايه ونفسها تعمل ايه ونفسها تحقق ايه ويخلوها تحبط وتبطل الحاجه اللي هي بتحبها وتعملها. هو الموضوع بيبقى من ثقه الرجل نفسه في نفسه هو شخصيا. بالظبط انت جبت من الاخر. يعني صح. من غير ما نقعد نتكلم كتير انت واثق في نفسك فانت هتدعم زوجتك وهي هتدعمك في اي مجال انتوا شايفين ان انتوا توصلوا له فيه. هي في الاخر انت انسان عايش في الحياه ديت وبعدين الناس هتفتكرك بس. اوكي فهي ما تفتكرك تفتكرك بحاجه انت حققتها فعلا وانت عملتها فعلا. تمام. فليه لا ليه هي مش حابه تعمل حاجه معينه ليه امنحها طالما هي الحاجه مش غلط.
خلاص مفيش مشكله خالص. وانت نجاحها من نجاحك على فكره. يعني انا لما بلاقي مرام ناجحه في حاجه معينه تمام انا بفتخر بيها ببقى فخور، وهي كذلك نفس الكلام. فالحته ديت هي دي النقطه اللي بتبقى، بس الراجل اللي بيبقى كده بيبقى ممكن هو مش عامل حاجه في حياته، فبيشوف ان نجاح زوجته دي حاجه تنقص منه يعني، وهي العكس. صح، هي ما تعملش كده. احنا حسينا ان احنا بنكمل بعض. يعني انا شفت فرحه محمد لما انا ابتديت ان انا ادخل بقى في مجال التحكيم. هو اول يعني مبدئيا هو في الاول اللي دخل مجال التحكيم في الاول. بعد ما كان بطل و انا قصتي ومدرب كده فدخل انا شفت بقى. بس انت يا مرام اللي اقترحتي عليه ان انت حابه تدخلي المجال ده، ولا هو اللي قال لك ايه رايك يا مرام لو تدخلي المجال ده؟ لا، هو الموضوع جه بشكل تاني خالص. لما هو اخد التحكيم ابتديت اللي انا اشوفه هو بيحاكم في البطولات، ولما يكون قاعد كمان في البيت يبتدي ان هو يشغل بطولات. يعني هو الطبيعي مثلا حد بيبقى قاعد بيتفرج على فيلم، بيتفرج على حاجه، هو يتفرج على بطولات فبيقعد يتفرج عليهم، فانا بتفرج اقول له هو ده المفروض ياخد الاول ده الثاني، فيقول لي ليه، فابتدي ان انا اتناقش معاه فلا ان انا عندي موهبه التحكيم. خلي بالك هي برضو مثال للست الجميله، مش اللي بتعكنن على جوزها كل ما يجي يعمل حاجه هو بيحبها. ايوه انت يعني مثلا المسلسل اللي هو المسلسل بتاعي لا انا مش عايزه اتفرج على الماتش، لا انا عايزه وتسيب البلاي ستيشن دي واقعد معايا. لا هي شاركته الحاجه اللي هو بيحبها وبقت متحمسه ليها، اكيد من حبك فيه مش من حبك في التحكيم. لا لا انا ما كنتش بحبها ابتديت لاني ما كنتش فاهماها، ابتديت ان انا اتحول الحب بتاعي ده كله زي ما حضراتكم قلتوا في حبي اهتماماته الكره. بالظبط ده حقيقي. وهو كمان يعني هو كمان حب المجال بتاعي ابتدى. يعني انا دلوقتي الاول ما كانش عندي حد كتير اخد رايه لما اجي اكتب مثلا تحقيق مقاله او حاجه، دلوقتي اقول له محمد انت قريت، فيبتدي يتناقش معايا. احيانا بيتخانق معايا فيقول لي لا انت المفروض تعملي كذا، المفروض تكتبي كذا. فهو كمان ياخد رايي، يقول لي مرام حصل كذا، ايه رايك في اللعبه بتاعته؟ عارفه يا مرام فبقى في مشاركه، ده اللي احنا بنتكلم عنه، المشاركه والتفاهم والحب، يعني بيساعد الواحد انه يدفع تاني لفوق. عايزين نعرف منك يا محمد قصتك بقى، انت بتقول قصتك احكي لنا بقى القصه بقى دي. انا قصتي انا والدتي اصلا هي يعني هي الملهمه بتاعتي. والدتي كانت بطله مصر، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب طول العمر. والدتي كانت بطله مصر العاب قوه، وكانت كابتن كره يد. تمام، فانا من وانا صغير وانا بسمع قصصها عن بطولات وكده، كانت بتصور بقى مع الرئيس جمال عبد الناصر وبتاع ومش عارف ايه ايام ما كانت لسه حبيت بقى الحاجات دي. فحبيت ووالدي كان بطل سباحه، فحبيت الرياضه من هنا. تمام، طيب انا وانا صغير قعدت ادور انا اصلح لاي رياضه، انا اصلح لرياضه كذا او رياضه كذا او رياضه كذا. جربت لغايه ما وصلت للاخر. جربت كذا حاجه لغايه ما وصلت للاخر هي كمال اجسام. هو انا لاعب كمال اجسام تمام، ما بعملش حاجه ثانيه. اوكي، بدات امارس الرياضه دي من وانا عمري تقريبا حوالي 17 سنه، وتدرجت في البطولات لغايه ما بقيت في المنتخب، وبقيت لاعب منتخب مصر 2004 ولعبت بالفعل بطوله افريقيا، حققت فيها مركز ثاني. وبعدين تدرجت في التدريب لغايه ما وصلت بقيت مدرب منتخب مصر الحمد لله. وبرده لعبت بطولات دوليه ثانيه، بطوله البحرين المفتوحه، بطوله السعوديه، بطوله كذا حاجه يعني، وترشحت كذا مره بطوله عالم، ما حصلليش نصيب ان انا اسافر، لكن سافرت بطوله العالم وانا حكم الحمد لله. وانا رئيس بعثه، وانا ممثل مصر في الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي لاربع سنين ما شاء الله، بتزكيه ودفعه كبيره جدا جدا من الدكتور عادل فهيم اللي بوجه له كل التحيه، رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي، بوجه له كل التحيه طبعا، رئيس الاتحاد الدولي. تمام، ده ثقته الكبيره هي اللي وصلتنا دلوقتي، وصلت مكانه كمال الاجسام للمكانه اللي هي فيها دلوقتي في مصر وفي الوطن العربي كله يعني. عارف حلو يا محمد ان انت بتقولي الكلام ده، عشان في بعض اللاعبين الناشئين او اللي بيلعبوا العاب فرديه كانوا بيشتكوا كتير من حته ان ما فيش اهتمام قوي بالالعاب الفرديه، والاهتمام بيكون بالالعاب الجماعيه بس. حلو ان انت دلوقتي عندنا العاب جديده مستحدثه كتير، الفيزيك والكلاسيك وكمان دلوقتي مؤخرا الفيتنس تشالنج اللي مرام بقت اول حكم دولي محترفين فيها واول حكم دولي فيها. نيجي لمرام في الحته دي برضو اللي هي الفتنس تشالنج دي، فهمها لنا برضو مش فاهمين دي ايه. هو اتفضلي. طب خلي محمد يكمل. كمل هنا في عدل في استوديو ايه انت كم كلام. هو كان بيتكلم عن التحكيم. لا انا مش هتكلم عن التحكيم، انا هتكلم في نقطه ثانيه، ان انا اصلا المفروض انا كنت مكمل في طريقي كبطل يعني، لغايه ما حصلت مفارقه غريبه جدا جدا. بعمل تشيك على نفسي انا كل ست شهور كده، بشوف لازم الرياضي يعمل كده او اي انسان بشكل عام. تمام، اكتشفت بالصدفه ان انا عندي كليه واحده.
ايه ده؟ خلقت ربنا. اه خلقت ربنا سبحان الله. انا افتكرتك كملت القصه والله. لا. ده لسه في احداث. هو ده نقطه التحول من مدرب وبطل لحاكم. لحاكم. بس دي مش تعباك في حاجه. لا مش تعباك في اي حاجه. دي خلقت ربنا. بس انت كلاعب كلاعب رياضي عايز تحترف لازم تكون اعضائك الداخليه وجسمك وصحتك بشكل عام كامله متكامله، لان ده كله بيؤدي في الاخر للشكل النهائي اللي بتظهر بيه. تمام. هو مفيش ضرر لكن في نفس الوقت مش هتوصل للمرحله اللي انت عايزها. مش هتقدر توصل للمرحله اللي انت عايزها الا بصعوبه كامله جدا جدا. تمام. وانا يعني مش محتاج الموضوع ان انا اعمل كده، الحمد لله انا عملت اللي انا عايزه. تمام. فخلاص غير قررت تبقى. غير الخطه ولكن لا تغير الهدف يعني زي ما بيقولوا. تمام صح. لا وهكذا غيرت قوي. الموضوع بقيت في الكارير اللي هو بتاع التحكيم برضه في لعبتي وفي مجالي. ومرام دخلتني في الحته الاعلاميه برضه نفس الكلام، مستشار اعلامي الاتحاد المصري والعربي والافريقي. نرجع بقى لمرام بقى بطله حلقتنا النهارده وبطله انتي، وهي وهي مثال يحتذى به لسيدات كتير قوي. اول محكمه دوليه يا جماعه بجد. قولي لنا بقى لعبه اللي اسمها ايه؟ الفتنس دي. فتنس تشالنج. مبدئيا انا اخذتها من خلال طبعا في البدايه انا اخذت كارت تحكيم مصري هنا لكمال الاجسام. وده اللي بيؤهلني ان انا اخد بره يعني كارت تحكيم دولي. من خلال طبعا مشاركتي لان انا كنت مستشاره اعلاميه للاتحاد المصري والعربي لكمال الاجسام. مشاركتي بقى في بطولات العالم كنت بسافر، فكان اخر بطوله سافرتها اللي هي في سانتا سوزانا اسبانيا اللي اتلعبت في ديسمبر 2022. اتعمل على هامش البطوله دي كورس للفتنس تشالنج هناك، فانضميت ليه والحمد لله اجتازته بنجاح واخدت كارت التحكيم الاخضر في الفتنس تشالنج. دي الفتنس تشالنج يعني الصوره اللي على الشاشه دي كانت البطوله اللي اتلعبت هنا في مصر في ديسمبر. كانت اول بطوله تتلعب هنا في مصر من نوعها في الفتنس تشالنج. هي عباره عن 6 حركات بتعتمد هي على اللياقه البدنيه. واهم حاجه ان هم الـ6 حركات كل حركه في دقيقتين. اللاعب بيلعب الحركه في دقيقتين اكتر عدات تكرارات. واهم حاجه في العده بتاعته ان هي تكون كامله وصحيحه ومظبوطه. وبعد كده بيريح دقيقتين، بعد كده بيدخل للحركه اللي بعديها وهكذا في الـ6 حركات. فهي والحركات على فكره الحاجه الحلوه فيها ان اي حد من اي لعبه يقدر ان هو يشارك فيها، سواء ان هو لاعب كره قدم او لاعب تنس او لاعب اي حاجه. اي حاجه او حتى فيها. لو بيمارس الرياضه عادي في الجيم. وبنات كمان يقدروا يلعبوا. دي اول مره بطوله. دي النقله بالظبط ان هي تبقى تابعة للاتحاد المصري لكمال الاجسام بيشرف عليها يدخل فيها سيدات. محمد يقدر كمان يتكلم عن النقطه دي اكتر من قبل ما نروح لاستاذ محمد. انا عايزه اسالك على حاجه برضو. دي حركه من الحركات اللي هي معروضه على الشاشه. دي حركه من حركات الفتنس تشالنج. اوكي طيب عايزه اسالك سؤال. الى اي مدى استاذ محمد دعمك ان انت توصلي للنجاح الكبير اللي احنا شايفينه ده؟ هل لو كان هو ما دعمكيش كنت هتكملي ولا كنت هتستسلمي؟ ولا عمرها كانت هتفكر في الفكره اصلا. هي كتحكيم هو انا هقول لحضرتك حاجه. هو الفكره ان الصحفي اللي بيبقى اصلا بيمتهن فكره الاعلام بيبقى عنده ما بحس ان هو وعنده حماس وبحث ودايما بيبحث عن اي معلومه. هي دي الفكره. ما عندوش سقفه خالص. محمد دعمني يعني ممكن يكون فتح الموضوع في دماغي شويه لما هو دخل التحكيم. ممكن لو هو ما كانش دخل التحكيم انا ما كنتش احطه او ممكن في دماغي. كنت مثلا هتوصلي لنص النجاح ده نقطه. بالظبط. او عند نقطه معينه وهتقفي. خاصه ان هي ما كانش في سيدات يعني ما فيش لاعبات مثلا كمال اجسام في مصر وفي الوطن في العربي بس. في تدريب بالظبط او تحكيم يدربوا سيدات يدربوا. ما فيش حته غيره كده يا استاذ محمد؟ ليه يا الصراحه راحه مش يعني قول لنا ايه غيره كده؟ بالعكس ده هو غيره عليها مش منها. عليها عليها دي موجوده دي. بس هقول لك حاجه. بس هو مشكله لو غار تبقى مصيبه. انا بجد لو هو غار ممكن يطربق المكان. لا انا غيور جدا ده امر طبيعي جدا. والراجل لو مش غيور ما يبقاش راجل. بالظبط. تمام. طب بتعمل ايه لما بتغير؟ لا انا بفضل اقوله محمد المواضيع عادي بتفرق. بس انا بس انا عندي بس انا عندي حدود. بس هي هتلاقي محمد مش بتديك فرصه لده. انا بقول لحضرتك انا عندي حدود برضو معينه للغيره. تمام. ايه هي؟ عرفها. نحب نعرفها قوي. ايه هي؟ ايه هي؟ عايزه لها حلقه.
لكن اختصرها تمام، هي غيرة الرجل على زوجته الطبيعية العادية اللي هي ما تهدمش البيت وما تغيرش، طالما 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 انت حاطط مفاهيم معينه في بيتك تمام خلاص، وزوجتك فهماها خلاص خلص الموضوع تمام. لكن انت هتغير بقى على على عمال على بطال يعني، طب ما هي هي سيده تعمل اوكي تمام، طب ليها ليها زميلها في العمل اسمه زميل، لو تعدى في صفة لو تعدى بره الزميل لا ساعتها انا هعمل مشكله. هتعمل ايه؟ ما اكيد مش هيتعدى لان هي بتحبها. هو مش هيتعدى، هو مش هيحصل، هو ما حصلش ومش هيحصل. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، اللي يعرفني انا بعيد عن محمد لازم يكون عارف محمد، لازم بدخل محمد يعني ك ك ككلام في ولا اي عكس حاجه صحيح برضه. ولا من اللي يعرف محمد ولا عكس صحيح برضه. اسم جوزك او خطيبك او انسان تحبيه طول الوقت ده من الحب، ده علامه حب. مرام فطنفوا منك انت، مفيش مجال غيره خالص. عشان انا عايز اقول بتلعبي برضو ما شاء الله عندك عضلات يعني. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني هي اصلا ب 100 راجل اكيد طبعا تمام. بس ما فيش ست ب 100 راجل على فكره. هندخل بقى في نقاش، ما فيش ست هي اوكي ما فيش ست ب 100 راجل. لا احنا بنقول السيدة الرجل، الرجل صفه، انتوا بتصفوا انتوا بتصفوا السيده بالرجل، هي كلمة دارجة. لا هي المقصود دايما لعلمك فيها تقليل من الست الكلمة دي، خد بالك انا بتكلم على كده، خد بالك فيها تقليل من الست، بس احنا عشان دي كلمة دارجة. الست على فكرة ما انا عارف بس انا عايز اوضح معلومة، فلازم نتكلم عن الست على فكرة تمام. لازم حاجة تبقى حاجة حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي، حاجة جميلة. احنا اللي بنقصده عارف يا محمد، اللي بنقصده ان هي تبقى ست مع في بيتها، لكن بره تبقى بسبع رجاله يعني، بيقول يعني تبقى جدعة، تبقى مسؤولة وواضح على فكرة برضه صفات الست. ده بالظبط بقول لك، ده المقصود فعلا، دي حقيقة. انا مبسوطة جدا من نموذج محمد معانا النهاردة، والله ما شاء الله رائع، ما شاء الله بجد بيقول كلام جميل جدا في حقك، يا ريت تيجي معانا كل يوم. بس في حاجة، في حاجة عايز اوضحها، قول حاجة أخيرة عايز اوضحها تمام. ان الاتحاد الدولي، نرجع بس للحته دي لان هي مهمه، الاتحاد الدولي في بطولاته الخارجيه تمام، خارج المصري والعربي والافريقي، في سيدات بالفعل بيكيني فتنس، فيزيك، كمال اجسام كمان اوكي، وبيعرضوا. لكن هنا طبعا دكتور عادل فهيم قافل الموضوع ده نهائيا في الاتحادات الثلاثه دولت، لان طبعا ضد قيمنا ومبادئنا الاسلاميه والشرقيه والكلام ده كله، فما ينفعش لان هم زيهم زي معين، ما ينفعش، وبيطلعوا يعملوا استعراض بشكل معين، فما ينفعش. طب ما هي دي حاجه كويسه، ما يغيروا ازاي؟ طبعا طبعا، ما هو الفتنس تشالنج بقى هي دي نقطه التغير اللي حصل، نقطه التحول. بس بره بره ما كانش، كان فيه عادي كمال اجسام سيدات وكده، هو ما فيش مشكله خالص تمام، هم عاداتهم وتقاليدهم بره بتسمح لهم عادي، ما فيش مشاكل. انما هنا الدنيا دي كانت مقفوله خالص، فدي النقطه اللي زي ما نقطه التحول وبدايه السيده، ان السيدات والبنات يبقى لهم مكان في الاتحاد المصري والعربي الافريقي لكمال اجسام، سواء اللاعبين او تحكيم، يعني دي بطولات عالم، بطولات عالم يعني، مشاركين بطولات فيتنس هيشاركوا في بطولات عالم زيهم زي لاعب دي نقطة مهمة، زي ما في برضو السباحين دلوقتي بقوا يلبسوا السوتس وفي منهم محجبات وبيعملوا تغطية، بس احنا انت بتعرض جسمك، انت بتعرض ايوه، لان ده كمال اكثر من ثلاثة ساعات. محمد اول حكم مصري يحكم سيدات، ده جميل. وانت اول حكم امرأة تحكمي للرجال. بس هو اول يعني كان حتى في ناس تقول لي هو انت مش بتغيري عليه لما يعني حاكم سيدات بره مصر، لما احنا كنا بنسافر يعني في اسبانيا وكده في سيدات بتلعب، انت مش بتغيري عليه؟ اقول لهم لا، خاصه ان هم بيبقى ليهم يعني عرض معين مثلا او شو معين بيعملوا، اقول لهم خلاص ده في مجال شغله، وارد ان اكيد يكون عندي غيره. يا مرام نفس الموضوع، ان هو كمان مش بيديكي فرصه ان انت تغيري، لانه بيحترم وجودك سواء انت موجوده او غايبه. نورتونا يا جماعه بجد، انتوا مثل بجد، نورتونا جداً. بجد احنا مبسوطين بجد ان احنا كنا معاكم، فرصه سعيده جدا، ويا رب يكون العلاقه اللي بينكم دي والتواصل الجميل اللي بينكم ده يستمر ويبقى اكتر واكتر، وتحققوا نجاحات اكتر واكتر ان شاء الله في كل المجالات وفي حياتكم كمان الزوجيه باذن الله. ان شاء الله قوي. نشكركم بجد، ونورتينا يا مرام، نورتينا يا محمد، وباذن الله هيبقى في حلقات تانية نتكلم عن القصص الكتيره اللي انت عايز تتكلم فيها. ان شاء الله. سعيد جدا بوجودنا معاكم النهارده، بشكركم جدا، بشكركم مشاهدينا، وبكده تكون خلصت حلقتنا. استنونا بكره في نفس الميعاد مع برنامجكم انت. باي باي.